اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إيه صباح الفل. هنيجي نعمل مع بعض النهارده الطعميه. إيه المدارس باذن الله كل سنه وانتم طيبين. لازم يبقى عندنا كل حاجه عندنا في البيت ونعرف ولادنا بياكلوا ايه, إيه ونغذيهم, إيه ونبقى عارفين هما بياكلوا ايه بالظبط. إيه المكونات؟ هيبقى معايا نص كيلو فول, فول مدشوش منقوع لمده يومين في التلاجة. الفول نقعه لمدة يومين في التلاجة. معايا الكرات ومعايا ربطة كزبرة خضراء. ده فول مغسول ومنقوع يومين في التلاجة مش برة التلاجة. وده ليه؟ علشان انا هعمله في الخلاط. الفول معايا مغسول حلو اهو, وقطعت الجدار ومعاهم راس توم حلوة كبيرة كده, وكوباية مية. ده اللي انا كله محتاجاه في اني مفرم الطعمية عشان تساعد معايا وانا بحطه في الخلاط, ان الخلاط بس يلف. هحطه في الخلاط حبة صغيرين بحبة صغيرين, وهزود عليه المية. المية دي ما تخافوش احنا هنتخلص منها, بس برضه هنرجع نحتاج لها في الاخر. حبة صغيرين علشان الخلاط يلف معايا وميتأثرش. خبطة لفة واسكت, لفة واسكت لغاية لما ينعم معايا خالص. لو احتاج شوية مية كمان نحطيله, ما نخافش من المية. اجيب مصفى اهو, شوفوا نعم معايا ازاي. ناعم جدا زي بالظبط ما بنعمله عند بتاع الطعمية في المكنة بتاعته كده. انا احطه في المصفى ليه؟ عشان اطلع منه المية الزيادة. اخد العجينة واطلع منه المية الزيادة, بس اعمله كده هيطلع المية الزيادة هتنزل ومش هرميها, هرجع احطها في الخلاط اكمل بيها فرم. المية اللي نازلة دي هرجع احطها في الخلاط اكمل بيها فرم. العجينة اهي بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله, العجينة جميلة جدا وناعمة وشكلها حلو ونظيفة, وانت عارفة حتى فيها ايه, ما فيش فيها اي اضافات ولا حتى عيش ولا حتى اي حاجة مكونات تانية, اللي هي الفول والخضار وفصين التوم. نص كيلو عمل لي كمية حلوة, نقدر نحطها في الاكياس وعنا في الفريزر, اطلع على حسب ما انا عايزة. وتحط في الكيس برضو على حسب الأسرة, عدد الأسرة وحسب احتياجك كده. بعبي فيه, مش حاطة فيها ملح, مش حاطة فيها أي حاجة, هي بس العجينة. لما تحب تطلعيها من الفريزر زودي انت براحتك, هتزودي بيضة, هتزودي حبة ملح صغيرين وشوية كزبرة خضرة أو شوية كزبرة ناشفة كده تمام الكمية. ليه أنا بفرده بقى كده بطلع منه الهواء؟ لو اتحط في الفريزر كده وحبيتي تاخده منه جزء صغير هتكسري من الجنب كده حتة وتعيني الباقي مجمد زي ما هو. لو عايزاه كامل هيبقى معاكي, لو عايزاه حتة صغيرة منه هتعرفي تاخديه وهو مفروش في الكيس. لو الكيس على بعضه مقفول كده مش هتعرفي تفكي منه حاجة كده تمام. كده انا بعبي الكمية بتاعتي في الاكياس على حسب عدد الاسرة بتاعتي. وعسل يا جدي, الغرض منه احنا كلنا نعمل كل حاجتنا من نظافة. انا عارفة بأكل ولادي ايه الحاجة اللي بنحبها, انا عارفة الزيت اللي انا بقلي فيه. لازم نخاف على صحتنا وصحة اولادنا. نعمل كل حاجة في البيت سهلة جدا, مفيش فيها اي افتكاسات وما فيش فيها اي حاجة صعبة. وجبنا المكنة ومضرب الخلاط. اللي ما عندوش مكنة, اللي ما عندوش مطحنة, اللي ما عندوش كبة ممكن يعمل دي. شوية ملح على شوية كزبرة ناعمة جدا وجميلة وريحتها حلوة قوي كده. انا بقلبه مع بعض, ومعايا سمسم ابيض. سمسم مغذي جدا وطعمه حلو, بيخلي الطعمية شكلها حلو وطعمها جميل. دي المية اللي نزلت من فرم الطعمية من المصفى, حبة صغيرين هبل لي ايدي بس كده وانا بعمل بقى الطعمية.
كمية قليلة، هي الكوباية ما خدتش اكتر منها، وعملت لي كمية كبيرة وكمية حلوة كده، هحطها في ما فكتش معايا، وكانت وعجبت الولاد جدا، والف هنا وشفا ليكم ولاولادكم. شكلها جميل وكانت ريحتها قلب البيت، شوفوا شكلها ناعمة جدا.